هنعمل اول حاجه الرقاق باللحمه المفرومه. بس النهارده في الوصفات بتاعتنا كلها بالرقاق مستخدمه الرقاق الطري، مهدور حقه شويتين. بس انا عن نفسي اعوذ بالله من كلمه انا بحب استخدامه عن الرقاق الناشف. ليه؟ بيخلي لي قطعه الرقاق اكنها عامله زي الفطير المشلتت. طبعا باختلاف الحشوات اللي احنا هنحشيها النهارده، هنعمل حشوه باللحمه المفرومه وحشوه بالسجق. مش شرط ان احنا نعمل صينيه رقاق في الفرن يبقى لازم الحشوه تبقى لحمه مفرومه، ممكن نحشيه فراخ، ممكن نحشيه سجق، ممكن نحشيه ميكس جبن، ممكن نحشيه سبانخ وجبنه موتزاريلا، ممكن نحشيه بيض ببسطرمه، ايا كان اللي انتوا عايزينه هيمشي، وايا كان الامكانيات اللي موجوده عندي في البيت هنتعامل بيها. النهارده هنعمل في الفرن، واللي ما عندوش فرن هنعمل له صينيه الرقاق ان شاء الله من على البوتاجاز من فوق، وهنشوف هتتعمل ازاي وطريقه تسويتها كمان ازاي. الرقاق الطري معروف ان هو ما بياخدش مرقه كتير زي الرقاق الناشف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا يا دوب هنسقسقه. يعني ايه هنسقسقه؟ يعني يا دوب هنشممه المرقه. طب ما عنديش مرقه يا نونه وعندي شويه لحمه متعصجين، او لو انا هعمله مثلا هحشيه جبن او هحشيه اي حاجه من بواقي الثلاجه اللي عندي، بس ما عنديش مرقه، ما فيهاش اي مشكله، شويه ميه سخنه ومكعبين مرقه عليه. ما بتحبيش المرقه، شويه ميه سخنه وتبليها، ملح وفلفل اسود وشويه كمون، شويه كاري، التطعيمات اللي انت بتحبيها حطيها في المرقه بتاعتك. بقى عندك مرقه تتعاملي بيها وتسقي بيها الرقاق يا دوب بس نطعمه. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي هعمله ان انا هجيب الصينيه بتاعتنا، وكل اللي هحتاجه لحمه مفرومه متعصجه، لحمه مفرومه متعصجه ايا كان بقى اللي موجود عندي، ايا كان الحشوه ايه. بس انا النهارده اول صينيه عاملاها هسويها في الفرن باللحمه المفرومه. عندي لحمه مفرومه متعصجه، عندي مرقه، عندي شويه سمنه على زبده على زيت، خليط كده من اللي موجود برده عندي في البيت. ما عنديش سمنه وزبده وعندي زيت هعمل بيه، عندي زبده بس وعندي حبه زيت، ايا كان اللي موجوده، اهم حاجه يكون ماده دهنيه تورق لي الرقايه اللي انا هتعامل بيها. مقاديرنا على الشاشه، مقاديري سهله وبسيطه جدا. ده مقاديري بتقول ان انا عندي كيلو رقاق من الطري، نص كيلو لحمه مفرومه، زبده مذابه، وكوبايتين مرقه سخنه، ومش عايزه اكتر من كده. قلت خليط المواد الدهنيه ممكن ان هو يكون خليط بين الزبده والزيت، او سمنه وزبده، او زبده بس زي ما انتوا عايزين. اللي موجود عندنا في البيت هنتعامل بيه. نبدا كده. اول حاجه عندي الصينيه بتاعتنا اهي، الفرن بتاعنا طبعا شغال، هروح واخده كده ودهنه الارضيه بتاعت الصينيه بالشكل ده كده، دهنتها من الارضيه ودهنتها من الجوانب وكل حاجه، وابدا ان انا احط المرقه بتاعتنا في طبق غويط او في بوله غويطه علشان اسقسق الرقاقيه. يعني ايه اسقسقها؟ يعني مش هسقيها جامد، يا دوب بس الطول المرقه بتاعتنا، لان هو اصلا طري. في ناس كتير كمان ما بتحبش ان هي ادام طري، ما بتحبش تسقيه علشان بيحطوا في دماغهم ان هو بيطرى قوي وبيبوظ في ايديهم. بس احنا النهارده هنحاول نحافظ على القوام بتاعه عشان احنا عايزين نطعم الرقاقيه، ما يبقاش ان هي بناكل عجين وبس. ادي الرقاق اهو، بصوا كده. للناس اللي هتخاف ان الرقاقه ممكن تبوظ في ايديها، عندي الرقاقه اهي طريه، ممكن ناخد دي، حطيتها في ارضيه الصينيه. انا خايفه ان هي وانا بسقيها تبوظ مني، هروح عامله كده على خفيف خالص اهي، علشان طبعا ده ليه معامله خاصه عن معامله الرقاق الناشف. انا يا دوب بسقسقه كده علشان بس ان هو اطعمه بالملح والفلفل اللي موجودين في المرقه بتاعتنا بالشكل ده كده، ودهنه بسيطه من المواد الدهنيه بتاعتنا اللي قلت ان هي ممكن تكون زبده، ممكن تكون سمنه على زبده، زبده على زيت، زي ما انتوا عايزين. واروح عامله كده كل واحدة، يا دوب اسقسقها بالشوربة علشان تتطعم معايا، ودهنة بسيطة خالص من السمن. طب انا حاسة كده يا نونة ان هي دسمة شويتين، ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن وانا بعمل المرقة بتاعتنا اروح حاطة فيها معلقتين السمنة، ممكن وانا بعمل المرقه بتاعتنا اروح حاطه فيها معلقتين السمنه او معلقتين الزبده واسقسق بيها. بس يبقى هي السمنه بتاعتنا او المواد الدهنيه اللي احنا عايزينها علشان تورق الرقاق موجوده اصلا في الشوربه بتاعتنا او في المرقه بتاعتنا بالشكل كده. حطيت ثلاث طبقات
الطبقة اللي هي هحط عليها اللحمة أو هحط عليها الحشوة مش هحط عليها سمنة مذابة أو مادة دهنية. أروح عاملة كده. بسم الله. أنا هحط طبقتين من الحشوة. بصوا كده، حطيت طبقة من اللحمة ورحت حاطة طبقة تانية من الرقاق بتاعنا كده. بسقسق على بسيط بالمرقة علشان لو مسكت الرقايه، في ناس كتير قوي هتخاف ان هي لو مسكت الرقايه حطيتها في الشوربه على ما تيجي تنقلها للصينيه هتكون باشت منها، لان ده طبعا دوت مش هيستحمل زي الرقايه الناشفه. وادي طبقه من السمن او الزبده اللي احنا مدوبينها بالشكل ده كده. بعمل ايه؟ بعمل 3 طبقات وحشوه و3 طبقات وحشوه. دلوقتي دي اتقطعت مني اهي، هرميها ولا هرميها؟ وحتى لو متقطعه اكتر من كده كمان ما فيهاش حاجه اسمها ان احنا نرميها، اهي حطيناها وموجوده اصلا في النص، هتبقى طبقه زي الطبقات العاديه. نسقسق على خفيف يا دوب بس بنطعم الرقاقه بتاعتنا او الرقايه بتاعتنا بالشكل ده كده. الحروف اللي طالعه دي يا نونا هنسيبها كده؟ لا مش هسيبها كده، هنشوف هنعمل فيها ايه في الاخر. ادي طبقه 2 3، يبقى كده فاضل الحشوه بتاعتنا. عايزه تعملي طبقه واحده ما فيهاش اي مشكله، يعني عايزه مثلا تعملي 4 5 رقاقات وبعدين تحطي حشوه في النص وبعدين 4 5 رقاقات تانيين ماشي. عايزه تعمليها على طبقتين عشان كل يعني بين كل 3 رقاقات تلاقي حشوه برضو ماشي، مش هتقول لك لا. بالعكس لما بيجي يتقطع ويتقدم بيبقى شكله في منتهى الجمال. اسهل منها مفيش. الفرن بتاعنا شغال على كام؟ شغال على درجة حرارة 200. ليه درجة حرارة 200 او درجة حرارة عالية؟ لان انا عندي اللحمة مستوية والرقاق مستوي، يعني انا يدوب عايزة ان هو السمنه تتفاعل معاه وتبدا ان هي تورقه ويبدا الوش بتاعه يتحمر مش اكتر. فعلى درجه حراره 200 عايزه ان انا الفه فويل ويستوي، وبعد كده افتح الوش عليه بالراحه ياخد بس لون. لو انا الفرن عندي عالي ماشي، عايزه اسويه عادي خالص واول ما يطلع من الفرن ابدا ان انا اروح لفاه فويل عشان يفضل الرقايه عندي طريه زي الفطير المشلتت ما تنشفش معايا زي ما انتوا عايزين. بالشكل ده كده هاجي عند اخر رقاية وبصوا هعمل ايه علشان اخلي شكل صينية الرقاق بتاعي يكون مختلف. انا كده خلاص اهي كده يعتبر صينية الرقاق بالنسبة لي خلصت. هبدأ اجي من هنا وابدأ ادخل كده. بالشكل ده. دي اخر طبقه معانا. انا بقى دلوقتي عايزه اغير شكل وش صينيه الجلاش او صينيه الرقاق بتاعتنا شويه. هعمل ايه؟ هروح عامله كده، هاخد اخر رقايه معايا واروح مقطعاها صوابع بالشكل ده علشان اعمل شكل مختلف لصينيه الرقاق بتاعتنا. طب ممكن اخلص دي عشان ما نرجع لهاش؟ تسلم لي. بالشكل ده كده وبنيجي نعمل كده كده. بصوا انا سايبه فراغات ازاي كده. ناخد واحده اقصر وندخل من هنا كده. ناخد دي طويلة شوية. ناخد دي برضو طويلة شوية كده. وباجي هنا كده، أول حاجة هنا عندي أهي، وأروح عاملة كده.
انا عايزه شكل الصينيه بتاعي يكون مختلف. يعني ايه يكون مختلف؟ يعني لما اجي اقدمها تبقى مدياني شكل مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. محدش يقول انا ايه اللي يخليني اقعد اعمل ده كله، طب ما اعملها وعاديه وخلاص. صدقوني الشكل بيختلف خالص لما انت تكون عندك عزومه وتقدمي صينيه الرقاق بشكل مختلف. صدقيني انت نفسك لما بيقعدوا يشكروا في صينيه الرقاق اللي انت عاملاها بتحس باللي انا بقوله ده. لا ده مش فضا. ده بالنسبه للرجاله فضا. ثانيه واحده، بالشكل ده كده. مالكوش دعوه بالناس اللي بتقول فضا، وما تخلوش الناس تحبطكوا وانتوا شغالين. لما اخلص بصوا بالشكل ده كده. صدقوني لما بتستوي بيبقى شكلها حلو جدا. بالشكل ده. خدت مني وقت؟ ما خدتش مني وقت، بس مدياني شكل في منتهى الجمال عشان ابقى حاسه باختلاف وبتغيير عن صينيه الرقاق بتاعتنا العاديه. نشيل ده كده. طبعا حد هيقول لي طب واللي انت قطعتيه دوت كده هيبوظ؟ الحمد لله بفضل ربنا ما عندناش حاجه بتبوظ. بمعنى ايه؟ ان احنا هنقطعه مكعبات صغيره ونحمره مع معلقه زبده او معلقه سمنه، ونروح مسخنين شويه لبن ونسكرهم ونحطهم عليه، هيبقى في منتهى الجمال. هاجي عند اخر طبقه دي كده واعمل كده. على خفيف خالص اهو. والفرن عندي شغال على درجه حراره 200، يدوب ان هو يتحط. لو انا مش عايزاها ان هي تبقى الوش بتاعها مقرمش بس، ممكن اغطيها بورقه فويل. لو انا عايزه ان هو يبقى مقرمش واول ما تطلع اروح مغطياها بورق فويل عشان احفظ الحراره بتاعتها ويفضل معايا طري زي الفطير زي ما انتوا عايزين. متهيألي مفيش احلى ولا اجمل من كده صينيه رقاق. ممكن تقدموها او تحطوها على الترابيزه عندكم بتاعت الاكل او على السفره. هحطها في الفرن. نطلع فاصل. حطينا صينية الرقاق بتاعتنا. بص شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها. الوش بتاعها لما يحمر طبعا اللحمه مستويه وكل حاجه مستويه، والرقاق بتاعنا مسقي يا دوب متسقسق بس بالمرقه على خفيف، وواخد سمنه او زبده او زيت او ايا كان الماده الدهنيه اللي موجوده عندكم في النص عشان يورق بس وينشف معانا. والوش بتاعه بالشكل ده كده. عايزه تحطيه تغطيه بفويل اول 10 دقائق بس يتشمع وبعد كده تشيل الفويل من عليه، ماشي. بس انا حبيت ان انا هياخد وش معايا يتحمر، ولما يطلع هروح لفاه بالفويل علشان يطرى معايا ويبقى يعني هنعمله معامله الفطير المشلتت شويه، ما يبقاش ان هو ناشف ويا دوب على التقديم على طول يتقطع بقى التقطيعه الجميله كده. وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. انا لفتها عشان تاخد كلها لون واحد. بصوا كده بسم الله ما شاء الله عليها. ممكن ان احنا نلفها فويل علشان القرمشه دي تطرى معايا. ممكن نلفها فويل عشان القرمشه دي تطرى معايا. بسم الله. يا دوب بس اكتم السخونيه بتاعتها كده واسيبها حوالي 10 دقايق وبعد كده نفتح عليها ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. صينيه الرقاق بتاعتنا اللي احنا عملناها شلنا من عليها الفويل، وزي ما حضراتكم شايفين كده شكلها ما شاء الله عليه. مش عايزين تعملوا التقسيمات اللي احنا عاملينها من فوق الوش دي وعايزين تعملوها صينيه رقاق عاديه وتحطوا الوش بتاعها رقاقيه عاديه خالص وتدينا الوش بتاعها سمنه او زبده زي برضو ما انتوا عايزين.